أهداف مباراة مصر والأردن في كأس العرب 2021. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أول مرة تشوف القناة فضلاً وليس أمراً، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك مني كل جديد. خطف منتخب مصر بطاقة التأهل إلى الدور نصف نهائي من بطولة كأس العرب 2021 بعد تحقيق فوز صعب على الأردن في الربع النهائي. وفاز أيضاً منتخب مصر على نظيره الأردني بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الجنوب في الدور الربع النهائي من بطولة كأس العرب 2021. وافتتح منتخب الأردن التسجيل في الدقيقة 12 عن طريق يزن النعمات الذي سدد كرة قوية على حدود منطقة الجزاء قبل أن يترك مروان حمدي التعادل للفراعنة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. وفشل المنتخبان في إضافة أي أهداف خلال الشوط الثاني لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 وينتقل إلى الوقت الإضافي. وخطف البديل أحمد رفعت الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 100 قبل أن يصنع الهدف الثاني للبديل الآخر مروان داوود في الدقيقة 119. وبهذه النتيجة يتأهل منتخب مصر إلى الدور نصف نهائي من بطولة كأس العرب 2021 ليكون على موعد مع مواجهة منتخب تونس الذي فاز على عمان في الربع النهائي. ألف مبروك لمنتخب مصر وهارد لك لمنتخب الأردن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.